بكل خير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا بك، يعني صباحنا وصباحك بعيد عن الشوب وعن الحر اللي لابد منه، لكن الله يخلي لنا المكيفات ويخلي الكهرباء جاي إن شاء الله. هي الكهرباء أهم شيء أهم شيء الحمد الكهرباء، بعدها كل شيء بيجي تمام بعدها كل شيء إن بيجي شاء الله بصير يا إن رب. شاء الله، طيب ربنا يديم علينا النعمة يا رب. علينا الجميع آمين إن شاء الله آمين. الله يسعد صباحك دكتور. يا رب. يعني كتير ناس بنسمع بيقولوا إنه في تعرق طبيعي معقول مسموح به، حتى على الأغلب يعني بنقول إنه ما بيكون ظاهر بشكل كتير كبير على الشخص على شكله أو على هيئته، وفي تعرق شديد بيكون مبالغ فيه، صحيح هذا الكلام؟ نعم، هو التعرق العادي هو ظاهرة فيزيولوجية طبيعية، جسم الإنسان بيفرز هذا العرق في حال التعرض إلى حرارة شديدة أو ارتفاع في درجات الحرارة في الجسم. هو بنسميه تنظيم درجة حرارة، اللي تنظيم درجة حرارة الجسم إنه ما ترتفع درجة حرارة الجسم، تظلها ضمن الطبيعي. نعم. فطبعا هذا اللي هو التعرق الطبيعي، نعم، احنا اللي بنسميه. هسه لما يكون في إفراط في ردة فعل الجسم في هذا العرق، كان بنسميه في مشكلة حصلت، ممكن تكون مشكلة صحية، ممكن تكون فيزيولوجية، بعض الأعراض الفيزيولوجية بتكون ناتجة اللي هي التعرق الزائد في بعض الأماكن. فبيعتمد حسب شو الظرف اللي التعرق حصل فيه. طب يعني هل احنا، طبعا اكيد انت حضرتك دكتور بتوضح واستشف من كلامك انه يعني حسب الموقف حسب المكان حسب خلينا نقول حتى درجات الحرارة او المصدر الحراري اللي بيتعرض له هذا الشخص، لكن هل يختلف من فئة الى اخرى، ومين اكثر الناس يتعرضوا لموضوع التعرق الشديد؟ يعني هل في هنالك بعض الفئات اللي بتعاني من امور معينة امراض معينة ممكن يكونوا أكثر عرضة لهذا التعرق الشديد من غيرهم من المواطنين الآخرين؟ نعم، في بعض الفئات العمرية ممكن إذا بيعانوا من أمراض معينة والتعرق الزائد هو دلالات على هذا المرض. يعني مثلا على سبيل المثال بالنسبة لبعض النساء في مرحلة انقطاع الدورة، في هذه الفترة بصير في عند بعض النساء تعرق شديد ووهج في الجسم، فبضطر الجسم انه يعرق حتى انه يخفف من حرارة الجسم. يعني هذه بعض الفئات. مثلا بعض الناس اللي بيعانوا من السكري، بالذات عند نقص السكر بصيب الإنسان تعرق شديد في جسمه، في جميع أنحاء جسمه. كمان بعض الأمراض زي الغدة الدرقية مثلا، نعم، اللي هو الإفراط، إفراط إنتاج الهرمون الثايروكسين بنسميه تبع الغدة الدرقية، هذا بيؤدي إلى تعرق زائد لأنه بزيد عملية العيض في الجسم وبنتج حرارة، وهذه الحرارة كيف بده يتخلص منها الجسم؟ من خلال التعرق. من خلال التعرق. هو مكيف الجسم، ربنا ما أعطينا مكيف ببلاش بدون كهرباء. أيوة، يعني هذا هذا مش بحاجة نقاتل عشان يكون في كهرباء. طيب نعم. يعني دكتور غالب، بالعادة بنحصر مفهوم التعرق بصراحة بمناطق معينة، هذا الدارج يعني بالنسبة لنا انه تحت الإبط مثلا ممكن نعم. شوي يبين على الوجه في بعض الأحيان، لكن مناطق التعرق كثيرة في الجسم. نعم. إيش هذه الأماكن اللي بتتعرض للتعرق وقد يكون التعرق الشديد في الجسم؟ طبعا في عندنا احنا التعرق أنواع، في تعرق شامل وفي تعرق بنسميه موضعي في بعض الأماكن. يعني مش الكل بتعرق تعرق شامل أول ما ترتفع درجة الحرارة أو انه يتعرض لمواقف معينه او شيء، لا، بيكون
زي مثلا التعرق في كفات اليدين، ممكن كفات الرجلين، ممكن تحت الإبط، ممكن حتى الرأس مع الجبهة والوجه، ممكن يتم تعرق في هذه الأماكن. نعم. اللي هي أماكن خاصة. هذه بالعادي طبعا اللي بيسيطر عليها هذه الأماكن، اللي هو الجهاز العصبي اللي في حال تعرض الجسم له تهيج عصبي ممكن انها تستجيب، والسيال العصبي يعطي اوامر لهذه الغدد اللي في هذه المناطق الخاصه انها تفرز. نعم. لذلك هذه بنشوفها اكثر شيء وينتا عند الاطفال. ايوه صحيح. في سن البلوغ في سن البلوغ عند الشباب، الفئه الشباب العمريه الشباب. هذه اكثر الاماكن اللي ممكن في حال التوتر، في حال الانفعال العصبي، في حال الإحراج، في حال الأكل. صحيح. امرار الإنسان وهو بوكل. أيوة. بيبذل مجهود. أيوة. عرقه من صباحه من وجهه وراسه بيبكي. وإذا أكل إشي حار كمان يا دكتور. زي الفلفل أكيد الفلفل الإشي برضو بيؤدي إلى رد نعم. فعل. طب. وتعرق شديد في هذه الأماكن. طب دكتور غالب، يعني متى نستطيع أن نحكم؟ إحنا قبل قليل ذكرت حضرتك أنه مكيف الجسم التعرق. نعم. وهذه نعم. ظاهرة صحية مفيدة بالنسبة نعم. للجسم، لكن متى نعتبره بصراحة زائد عن الحد؟ يعني هون في أيضا استفسار في هذه اللحظات من همسة عثمان، بتقول صباح الخير، يا ريت تسألين الدكتور، لما طفل عمره 5 سنين بعرق بشكل مبالغ فيه من كل جسمه، يعني لما يطلع مكان ويلعب أو حتى بالبيت بيلعب بيصير جسمه زي اللي حدا كهبب عليه المي بس بدون رائحة، اللهم جسمه ملابسه بتتعبى بهذا التعرق. إجمالا يعني في مثل هذه النقاط إمتى بيكون الشيء مش طبيعي؟ وهون لازم إحنا نوقف وممكن يعني نشوف شو في، إذا في إشكالية أم لا، أو لحاجة لإجراء بعض الفحوصات أم لا. نعم، مثل ما حكينا كل إنسان بصورة طبيعية إلا يعرق في بنسبة معينة، يعني الإنسان الطبيعي معروف، كل إنسان بيحكوا مع حاله إنه أنا عرقي طبيعي، بعرف كيف كمية العرق اللي بتصدر منه، لكن في بعض الناس بصير إفراط عندهم، يعني كيف؟ إنه مبذول بسيط تلاقيه كأنه مكبوب عليه مي. أيوة. بلو مي. هذا بلزم نعمل التدخل ونعمل فحوصات. ممكن أن يكون في عنده مثل ما حكينا بعض الأمراض زي الغدة الدرقية اللي إفراط فيها، ممكن سكري، ممكن بعض في مرض اللي هو ضغط دم، ممكن يسبب إفراط في التعرق. ممكن بعض الهرمون اللي مسؤول عن النمو في إفراط فيه، فبصير تعرق مبالغ فيه. نعم. النصاحة النصاحة كمان بتؤدي إلى تعرق. كمان بعض الأمراض مثلا في عنده التهابات التهابات بكتيرية فيروسية بتؤدي إلى تعرق إذا في موجود. مثلا بعض الأمراض تبع اللي تحصل في الجهاز الدموي برضو ممكن إنه يؤدي إلى التعرق زائد. الجهاز التنفسي، الجهاز الاندوكراين اللي هو الغدد الصماء برضو، يعني في كمان برضو الجهاز العصبي، التوتر في الجهاز العصبي او زياده التوتر في الجهاز العصبي، يعني هذه مسببات كثيره بصراحه ولابد من مراقبتها ومتابعتها. لكن ايضا من ضمن الاستفسارات دكتور، البعض يشتكي بصراحه، واحنا بفصل الصيف وما بخفيك صيف طول الكرم مختلف عن بقيه فصول الصيف في مختلف المناطق، لكن البعض يشتكي من ربما انه عدا عن انه يتعرق كثيرا
وتم الشرح الأسباب والأعراض وما إلى ذلك، لكن أيضا يشتكي من ربما يصاحب هذا التعرق رائحة ليست بالجيدة أو رائحة كريهة. في كمان من التعليقات على المباشر من قبل المشاركين والمشاركات، أحيانا بيقولوا طبيعة ونوعية الأغذية قد تؤثر على رائحة العرق بالنسبة للبعض، ف يعني صحة هذه المعلومة، وهل بالفعل من يعاني قد يكون تناول يعني أغذية تتعلق في هذا الموضوع تسبب هذا الإزعاج من الروائح بخصوص الصيف والتعرق؟ نعم، بالنسبة للروائح طبعا هو العرق ملوش ريحة، معروف ما له ريحة بالذات. طبعا في عندنا نوعين من الغدد العرقية بس للعلم، هو الإكراين والأبوكراين. هسه الإكراين هذه اللي هي بنسميها اللي لا تخفيف من الحرارة، المسؤولة عن التخفيف من حرارة الجسم، اللي الإفراز تبعها هو بنسميه ووتري اللي هو مائي، ملوش ريحة ملوش شيء. هسه في النوع الثاني اللي هو الأبوكراين، اللي هو موجود في مناطق خاصة. طبعا الأولاني موجود في جميع أنحاء الجسم، لكن هذا الأبوكراين موجود في أماكن خاصة في الجسم، اللي هي تعتمد نضوجها ونموها على البلوغ. لذلك الأطفال ما بيكون عندهم هذه الريحة، الريحة بتكون على بعد سن البلوغ تظهر هذه الريحة. طبعا هذه الغده تفرز، افرازها بيكون ملكي اللي هو حليبي لونه شوي، مش ووتري، حليبي بسبب وجود بروتين فيه، بسبب وجود كمان فاتي اسيد اللي هو الاحماض الدهنيه، بسبب وجود امونيا فيه. طبعا هذه تصب في القناة الشعرية اللي هي فيها القناة الدهنية برضو نفس الشيء، وهذا في نمو بكتيريا في المنطقة، بتم تخمير هذه المواد الطبيعية اللي ما لهاش ريحة منفرة، تخميرها وبنتج عنها ريحة نفاذة اللي هي زي ريحة الأمونيا وهيك قوية. نعم. منشرة بسبب وجود البكتيريا هذه. بغض النظر الإنسان أكل بصل مكلش، أكل توم مكلش، بتظهر هذه الريحة دائما ملازمة للإنسان. هذا بيكون وفي مناطق خاصة من الجسم. هسا في اللي ناتج عن الروائح عن الأطعمة زي البصل، الثوم، الحلبي، الكاري، بعض البهارات اللي فيها، كلها هذه بتساعد على موضوع على ظهور ريحة الإشي اللي أكله، المصدر الغذائي نفسه اللي تناوله. أيوة. نعم. المصدر الغذائي، وبتكون مؤقتة يعني مش دائمة. نعم. هذه ما لما يعني خلينا نقول يتحكم، يتم التحكم بهذه المسبب إجمالا. يعني في نقطتنا الأخيرة نود أن نستفسر، هل مزيل العرق يعالج مشكلة التعرق؟ البعض دكتور إذا بيستخدم بصراحة مزيل العرق بيقول لك ببطل أعرق كتير، وهذه بعرفش يعني بصراحة تناولها من قبل البعض قد يسبب أن يؤدي إلى نشر معلومة مغلوطة بهذا الخصوص، أليس كذلك؟ بالنسبة لمزيلات العرق طبعا في إشي اسمه ريحة وإشي اسمه مزيل عرق. صحيح. احنا نحكي على مزيل العرق وليس الريحة. الريحة احنا هذا إشي ثاني. هذه في مواد معينة اللي هي أملاح الألمنيوم، ألمنيوم كلورايد، التركيب الأساسية في هذه المواد، هذه بتأثر على إفراز العرق من الغدد العرقية نفسها من جوا حسب تركيزها. ممكن يكون تركيزها في هذه
الديودرانس الموجودة أو الأنتي بريسبيرانس نسميها اللي هي مضادات العرق في العرق، التركيز واطي، تكون تأثيرها واطي، تركيزها أعلى، يعني التركيز بتراوح بين 3% إلى 20%. نعم. حسب التركيز المستعمل. طبعا 20% مش موجود فقط هذاك علاجي. بس احنا بنحكي العاديات بيكون تركيزها واطي بالعادي، لكن بعض الشركات ممكن يحطوا تركيز اعلى. لذلك بيكون تاثيرها اكثر، انه ممكن العرق ما يطلع في المنطقه اللي تدهن، لكن ممكن لانه الجسم بنسميه بصير تكيف، يعني من منطقه بروح العرق، لكن ممكن يصير يعرق من مناطق ثانيه لانه الجسم لازم يعرق. نعم أكيد، هذا زي ما قلنا هذا شيء صحي بالنسبة للجسم. نعم. طيب دكتور، يعني هنا في سؤال من رائد بلباسي أبو زيد بيقول: صباح الخير، ممكن أسأل سبب نزول العرق من جهة واحدة بالرأس والوجه، على ماذا يدلل؟ هذا بدل على في مشكلة في العصب، عصبية، مشكلة عصبية. بتكون لها علاقة انه المنطقة هذه في خلل او نقول شغلة معينة اثرت على العصب اللي بغذي هذه المنطقة. نعم. بتلاقي منطقة واحدة بتعرق والمناطق الثانية ما بتعرق. نعم. هذا بده يراجع الطبيب. نعم. امراض عصبية حتى يشوف شو المشكلة في العصب اللي بغذي هذه المنطقة. نعم، إجمالا نتمنى السلامة، كل سلامة لكل الأحبة ولكل المتابعين من مختلف الأماكن. صباح الخير لخالد حافي، صباح الخير لعبد الله حسين عازب، صباح الخير لهمسة عثمان، صباح الخير لأم لينا، صباح الخير لكل المتابعين والمتابعات والذين كانوا قد استفسروا عن بعض القضايا من خلال بث المباشر. أشكرك جزيل الشكر الدكتور غالب برهم، اختصاص الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذه المداخلة، ونواصل المشوار الصباحي معكم وبرفقتكم.